مادام قلت لي في مراكش، انا كنعرف دري واحد في مراكش. ها شكون هو؟ كنعرف دري واحد في مراكش، اما داك اللي كان بغي بعيد عليك ما يمكنش يجي هنايا حيت هو من سالي. اختي واش تحمقينا؟ قولي واش تحمق، واعطينا الانسان اللي في حياتك شكون واحد، اعطينا اللي كان بغي انا. واتي واش تحمقينا اختي، واش عندك واحد في مراكش وعندك واحد اخر بعيد؟ اعطيني اللي في مراكش ولا اعطيني اللي بعيد ولا اللي حداك ولا اللي ولد جاركم، واحد اللي في حياتك اعطيني سميتو. انا بعدا ما ظنيتك تخون، ما ظنيتك تخون، صدمتيني ما بقاني ما نقول. السلام عليكم الخوت والمرات، تكونوا بخير وعلى خير. الدرب مسكين جا عندنا من طنجه حتى لهنا بقى نضرب شي تيست. شحال دوزتوا انت وياه؟ 3 شهور. 3 شهور؟ اه. وجيتي عليها من طنجه لا؟ اه. راك مسخوط، ارى لي النمره. فين ساكنه هي؟ مراكش. مراكش، انت كتبغيها ولا؟ بالضروري. نجيو من طنجه حتى لهنا. كاين لا زيد الزيرو، درتي الزيرو. هاك صح. تما والله ما ضربش لك الطرف كلها في الزيرو. من طنجه لهنا خاصها ضروري تجيب السميه اخوتي العزيز. بسم الله، شو سميتها؟ فاطمة زهر. الو، السلام عليكم. الو، كي داير اختي فاطمة زهر؟ بخير هانيه الله يكبر بك اختي. اختي حنا واحد السوبر ماركت ديال لي كادو حلينا جداد هنا في مراكش. اها. واليوم جا عندنا واحد السيد تقدر لك شي كادو تبغي يصيفطهم ليك. احنا اختي تابعين لواحد الشركه ديال ليفغيزو كاينه في كازابلانكا. هاد السيد هذا اليوم ربح معنا جوج ديال الطريس برو ماكس زائد شارج اوريجينال زائد كيف اوريجينال. انا هو هاد السيد هذا ربحت. بلاتي بلاتي هادشي كامل كنتفرج فيه. دابا كتفرجي في هادشي انت ياه؟ وي كنتفرج. دابا انت اختي، انت اختي سمعني. اه. دابا حنا وسط مراكش. اه. ومعنا واحد السيد اليوم وبغيناك تعطينا سميتو. نعطيك سميتو؟ اه. وسط مراكش. اه وسط مراكش. لا لا، عندي واحد في حياتي. فين كاين هاد السيد اختي؟ علاش بغيتي تعرف؟ واحد معنا واحد السيد، واش هو ولا ماشي هو؟ الله اعلم. دابا دايرين ليا. دابا عطينا السي السيد راه معانا وش يسمعك؟ معاكم وكيسمعني. كيسمعك اختي. قلبو تيضرب مسكين. قلبو كيضرب، خليه يتسنى شويه كاع. يتسنى شويه، تيكون مات لينا السيد. غيموت لينا. شو سميتو؟ شو سميتو؟ اه. نقول لك سميتو؟ ضروري ضروري ضروري، هو مؤكد. ماشي ضروري ضروري، هو مؤكد. السيد راه واقف مسكين كيتسنى هذيك الدقيقة 90 فين تقولي السميه. الناس ديال مراكش. علاش هو زعما داير ليا بحال هكا زعما باغي يجرب هو راه عارف راسو بلا لا؟ دابا سمعني اختي، شوفي اسمعي، حنا دابا جينا جولة هنا لمراكش، تلاقانا هو غير صدفة، قال لينا خويا العزيز راه بغيت نتيستي حيت ناويها الحلال وعجباتني الدرية وهي اللي بغيت نكمل معها حياتي. والسيد راه ناويك المعقول اختي، مادام ناويك المعقول إذا راه تيستاك، وكان ما تيستاكش اختي عرفي راه باللي باغي يدوز الوقت. ودابا السيد هذا راه ناوي يكمل معاه. لا ولكن أنا هذا اللي كنعرفو باغي يخطرني وهذا بعيد عليا جميع البعد. ربما يكون هو اللي هبط لنا، ما عرفتش اختي، انت يعطينا غير السميه. ما يمكنش يهبط حيت انا هضرت معاه اليوم و ربما تكون سيربرايز واللعيبات، ما عرفتش اختي، يعطينا انت غير السميه. الا كان هو وهذاك ما كانش هضري مع هاد السيد هذا اللي حدانا. يلا بلاتي. يلا سير بي اختي. الله يتسنى دابا مادام هو داير لي، خليه يتسنى واحد شويه باش يعرف راسو. شي عرفت؟ هاد المرة مابقاش يدير لي هاد الفعل بحال هكا حيت أنا معنديش معاهم، هو عارف راسو وتيستيني بحال هكا يدير لي لا دار حيت أنا كنتفرج فيه. أون فوا صنت لي المرة غريبة عرفتو بلي هاد المرة مابقاش باش ندير الكونتاك. إن شاء الله هي تولي داخلة الكونتاك. عطينا دابا السمية. السيد راه غيسخط لنا. لا لا ما عندي، ما ندير بها. يلا عطينا عطينا أختي السمية. نعطيك سميتو؟ أييه. كتعزلي واقعي؟ اها خليه يتسنى شوي. وانت راه كتعزلي ماشي كيف يتسنى؟
كتعزلي واحد فيهم واقع؟ لا ما كان عزلت واحد فيهم. دابا عندك غير واحد نسيه. انا عندي واحد صافي اري الناس اللي بيني انا وياه، ولكن هو بعيد عليا ما كاينش في مراكش. صافي عطي سميتو، غير عطي سميتو اختي، غير عطي سميتو ديك الساعه شي حل الله. دابا عرفتي شنو؟ دابا هو هذا اللي معك انت دابا، انا ما عرفتوش. انا ما عرفتوش، عندي واحد في حياتي. ايه شو سميتو؟ وانت شو بغيتي سميتو؟ هذا اللي كنعرف انا بعيد عليكم. عطينا غير سميتو، الا كان هو اللي معانا وواقف معانا دابا غتهضري معاه، ما كانش حتى هو هضري معاه قول له خويا ما تنعرفكش، ولا كنتي كتعرفيه انت تهضروا بجوج. راه شحفتينا اختي والله، حتى شحفتينا، عندكم الصاد هنايا وزدتينا في الصاد ديالك انت. وايلي هادشي اللي بان ليا. انت ايوا انت اللي زي زي المرة عكس جابك ليها. ويا المرة الجاية ما نعاودوش نجيبو ليها. راه سيتي هذا في حياتي. وزيدي كملي. هذا اللي في حياتي. ناري انا نجاوبك كت... باش تجبد لي الصداع معايا. ماشي معايا واقيلا انت راه مخلطة يا مسخوط. لا ما مخلطاش. عندك واحد في بلاصتو وداك اللي كنبغي في بلاصتو، فهمتي؟ هكا دابا انت اللي تتبغي بلاصتو والاخرين بلاصتهم. الاصدقاء بلاصتهم، فهمتي؟ الاصدقاء الاحترام وداك الشيء، فهمتي؟ ولا شي واحد يمكن يكون شي واحد ناوي شي حاجه اخرى. يلا غير عطي السميه، انت انت شاكه في راسك باينه مخلطه. يلا عطينا السميه باش الا كان هو راه غيعرف راسه من الرجل. ناري ان شاء الله درتي ليا دابا. وعدي غير راه السميه عارفينك مخلطه. اما دام قلتي لي في مراكش، انا كنعرف دري واحد في مراكش. اه شكون هو؟ كنعرف دري واحد في مراكش، اما داك اللي كنبغي بعيد عليك ما يمكنش يجي هنايا حيت هو من ساهل. اختي واش تحمقينا؟ قولي واش تحمق. واعطينا الانسان اللي في حياتك شكون؟ واحد اعطينا. اللي كنبغي انا. واتي واش تحمقينا اختي؟ واش عندك واحد في مراكش وعندك واحد اخر بعيد؟ عطيني اللي في مراكش ولا عطيني اللي بعيد ولا اللي حداك ولا اللي ولد جاركم. واحد اللي في حياتك عطيني سميتو. شي واخا يكون في قندهار عرفتي في الطرف ديال الدنيا. الو الو وي اختي قطعتي علينا من الصباح حنا تنتسناوك. وقلت لك قطعتي علينا من الصباح حنا تنتسناوك. لا ما قطعتش عليك غير الريزو. انت راه طفيتي شي فوف مره؟ لا والله ما طفيت التليفون، راه هي الريزو والله. دابا المراكشي غيتقلق علينا اختي، ممكن تعطينا السميه ديال هذا الانسان اللي عندك في حياتك اللي انت مصاحبه معاه؟ اش السيد هذا تا هو يبقى على راحته؟ ناوي يجي يخطب على راحته ورا ناوي يجي يخطب دابا غدا ولا بعد غدا، داك الشيء علاش اختي تلاقانا صوت فهنا قال ضروري خصو يتيستي. نقول لك يلا قولي. يوسف. واخا اختي واحد دقيقة. شو سميت؟ امين. يوسف اختي ياكي. اني قال لكم الصباح انت مشحفان اختي قبيلك وقلتيها. شكون؟ يوسف اختي النيت بلاتي نكونفيرميو معاه ان شاء الله. شوف راه يربح واحد الكادو اليوم زوين غيصيفطو لك. لا ما يربح والو، انا عرفت هذا البرنامج هذا بلا ما تقول لي. شحال دوزتي انت وياه؟ شحال دوزتي انت وياه؟ اه شحال دوزتي انت وياه؟ ودابا دوزوا لي قلت سميتو ودوزوا لي. قولي شحال دوزتي انت وياه باش ندوزوا لي. ولا دوزوا لي قلت لي سميتو يلا دوزوا لي. يلا واخا. الو فين يا يوسف؟ هانيا مزيان. شكون؟ عمك تهضري مع خالتك. شكون؟ من الاحسن بلا ما تعرف. معك امين. امين Thank you.
قلت لكم خلاص عبد الله تعرف ديما كنهضر معاه عام كتحضري مع خالتي مع صاحبتي هي كنعتذروا الرقم اللي طلبتوه ما مش شوفوش الجو طرفتي على الطرق من طنجة لهنا القناة هي انت كتشوف ردوا البال خوتي اللي زاد هادشي هذا راه ولا خطير والله يسمي تزرفش عرفتها في الاول ولا بقات تدخل تخرج في الهضره عرفتها كنعتذروا سولي ليه من عندك شوف واش جاوبك مانظنش تجاوب ولكن جاوبش ما تجاوبش صافي ما تجاوبش هذا درت اول ديال الخير اللي بغيتي تدوز اول كومونتات تلقاو على انستغرام مرحبا بكم كملوا خوتي عزاز ان شاء الله غادي